مين جدا. الاهلي بيجهز قفشه لمواجهه الذهاب امام الترجي. قفشه ان شاء الله هيلحق. انتوا عارفين كابتن سيد عبد الحفيظ قال انه هياخد اسبوعين راحه قفشه من التدريبات وبعد كده ينزل التدريبات. غالبا هيلحق مواجهه الترجي في تونس، بس مش هيلعب الا لما الاهلي يتاكد 100% من سلامته عشان يشارك في هذه المباراه. قفشه تحديدا في الوقت الحالي ملوش بديل قوي في النادي الاهلي، مش بقول انه الباقيين قليلين، بس هو فارق بدرجتين ثلاثه عن اقرب واحد ليه. عشان كده خساره قفشه هتبقى خساره كبيره للاهلي في مواجهه الترجي سواء ذهابا او ايابا. الاهلي بيحاول تجهيزه سريعا ان هو يلحق المباراتين ان شاء الله، واحد من اللاعبين المهمين جدا.